جسم الاهتزازات الصوتية من الناحية الأمامية ويتم في مستوى كفتي فوق الترقوتين وفي مستوى الأوراق من الناحية الأمامية. بالنسبة لطريقة الجس يتم بإنضاء الفاحص الحافة الزندية لراحة يده في المسافة الوريدية المراد جس الاهتزازات الصوتية فيها، ومن ثم نطلب من المريض أن يردد كلمة مثل 44 أو 99 بصوت مرتفع. 44. من ثم ينتقل إلى الناحية المقابلة والمناظر الأمام من الجهة المقابلة ويتم إجراء نفس العملية مرة أخرى. 44. وتتم المقارنة ما بين الطرفين. من الضروري جدا أن يمارس الفاحص هذا الفعل مرات متعددة حتى يكتسب الخبرة في تمييز الاهتزازات الصوتية الطبيعية عن المرضية.